مشروع قانون رقم 0303 يتعلق بمكافحة الإرهاب. الكلمة للسيد الوزير ليقدم مشروع القانون، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أقدم أمامكم مشروع القانون رقم 0303 المتعلق بمكافحة الإرهاب. وكنت أتمنى أن يتم هذا التقديم في ظروف عادية. لقد كانت غاية الحكومة من إعداد هذا المشروع هو تحصين بلادنا من الجريمة الإرهابية التي أصبحت تهدد أمن العالم بأسره، وذلك من خلال وضع نصوص قانونية تقيم مجتمعنا المتحلي دوما بالانفتاح والتسامح والتشبع بروح السلم والتعايش من هذه الجريمة قبل ارتكابها، وتحصن كيانه وقيمه من كل نوازع التطرف والعنف، وتمكنه من التصدي بقوة القانون وبالسرعة والحزم والصرامة التي تسعيها خطورة الجريمة الإرهابية. وفي هذا الإطار، ومنذ الأسابيع الأولى لتعيين الحكومة الحالية، تم إعداد المشروع الذي تمت إحالته على البرلمان منذ يناير 2003، حيث عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب 9 اجتماعات استغرقت ما يقرب من 30 ساعة عمل. دافعت خلالها الحكومة عن الاختيارات والأهداف من وضع المشروع، وإيمان الحكومة بأهمية وجد المشروع، فقد تحملت مسؤوليتها كاملة بتنسيق تام مع فرق ومكونات الأغلبية في الدفاع عن المشروع، ولم تعبأ بالحملة بل والحملات التي قادتها تنظيمات مختلفة لمناهضته والتنديد به. وهكذا، وبعد إتمام مناقشة المشروع أمام اللجنة البرلمانية المختصة يوم 12 مارس 2003، تم إعداد التعديلات التي كانت جاهزة منذ الأسبوع الثاني من مايو، وكان مقررا أن تقدم داخل اللجنة هذا اليوم. تلك هي الظروف العادية التي تم فيها إعداد المشروع من طرف الحكومة ومناقشته من طرف لجنة العدل والتشريع. أما اليوم، وقد تجرأت الأيدي الآتمة لتمتد إلى تهديد أمن واستقرار وسلامة المجتمع المغربي، أصبح أصل المشروع أهمية قصوى بمثابة الدليل القاطع على عدم صواب موقف كل الذين شككوا في المشروع أو طالبوا بسحبه أو قاطعوا مناقشته بمجلس النواب. وهذا ما دفع الحكومة إلى المطالبة بالتعجيل بوضع التعديلات والبت في المشروع الذي كان جاهزا، وأؤكد على هذه النقطة. وبهذا الخصوص، لا يفوتني أن أنوه بتفهم رئاسة اللجنة ومختلف مكوناتها بطلب الحكومة، حيث عقد اجتماع مطول أول أمس تدارس خلاله اللجنة التعديلات المقدمة من فرق الأغلبية والمجموعة النيابية لجبهة القوى الديمقراطية، إضافة إلى فريق الدستور الديمقراطي. وكنت أتمنى منذ البداية أن تنضم كل الفرق والهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب إلى هذا المشروع وإغنائه بالتعديلات، إيمان منا بأن كل حزب منخرط الآن في المسلسل الديمقراطي يجب أن يكون لديه حرص لحماية مجتمعه من جريمة خطيرة مثل جريمة الإرهاب. لقد عرفت الظاهرة الإجرامية تطورا كبيرا ومتناميا، وانتقلت من مرحلة العمل العفوي إلى مرحلة العمل المنظم في إطار مشروع إجرامي استخدمت فيه التقنيات الحديثة، واستهدف من وراء هجومات زعزعة الأمن والنظام العامين والمس بسلامة وحياة الأفراد وتخريب المنشآت والمرافق العامة أو الخاصة للنيل من هيبة الدولة وشموخها في أنظار مواطنيها. ولعل الإرهاب وأبرز وأخطر ظاهرة الإجرام يعرفها عالمنا اليوم، فهو يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، لكونه يمس بالحق في الحياة والحق في الحرية والأمن، فضلا عما يشكله من عرقلة تعترض عمل المؤسسات الدستورية وتأثيره سلبا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
لكونه يهدف إلى زعزعة الدول ولما يتضمنه من سلوك معد ومخصص لإحداث الفزع وإثارة الرعب الجماعي في قلوب الناس، والإرهابيون يستغلون الديمقراطية للإطاحة بها ويسعون إلى المزيد من أفعال التخويف قصد جعل المواطن يعتقد ويسلم بأن الدولة عاجزة عن حمايته، مما يخلق هوة عميقة بين المجتمع والدولة يصبح معها احترام المبادئ الديمقراطية ضعيفا. وانطلاقا من خطورة هذه الظاهرة ظهر إجماع دولي على ضرورة القضاء عليها وشجب أساليبها الدنيئة على المستوى الشعبي والرسمي، وسعي إلى توحيد نظرة المجتمع الدولي لمناهضة الإرهاب ومقاومته، أبرم أبرمت عدة اتفاقيات إقليمية كتلك التي أبرمها الاتحاد الأوروبي وكذا منظمة المؤتمر الإسلامي ودول الجامعة العربية، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن وجمعية العامة للأمم المتحدة. والمملكة المغربية العضو النشيط في الأمم المتحدة وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي جامعة الدول العربية، ينص دستورها على الالتزام بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم. اختارت نهج الشرعية والقانون كخيار لا بديل عنه، ولذلك فإن الحكومة سعت منذ فترة إلى ملء الفراغ التشريعي المحدود في مجال مكافحة الإرهاب، فتقدمت بالمشروع المعروض عليكم اليوم بشأن مكافحة الإرهاب مستلهمة أحكامه من الشرعية الدولية ومن اتفاقيات ذات الصلة بموضوع الإرهاب التي صادق على المغرب، وهي متعددة وعلى رأسها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مستهدفة توفير الأداة القانونية الملائمة لتحقيق أمن المواطنين وسلامة المنشآت العامة والخاصة واستقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، دون التفريط في ضمانات المحاكمة العادلة التي باتت تشكل مكتسبا أساسيا يعتز به جميع المغاربة لتحقيقه ونيله. وهكذا هدف المشروع إلى تحديد مفهوم الجريمة الإرهابية عن طريق تحديد مجموعة من الأفعال الجرمية شديدة الخطورة والبشعة تكون لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى مس الخطر بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف، ومن بين هذه الأفعال الاعتداء على حياة الأشخاص أو سلامتهم أو اختطافهم أو احتجازهم، وكذلك أفعال التخريب أو التعريب أو الإتلاف وتحويل الطائرات أو السفن أو غيرها من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو تعييب أو إتلاف وسائل الاتصال وصنع وترويج واستعمال الأسلحة والذخيرة وتكوين عصابات إجرامية لأجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وكذلك وضع مواد تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر في الهواء أو الأرض أو في الماء أو الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية بكيفية علنية وبوسائل محظورة، أو القيام بإقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية أو دفعه إلى القيام بها أو تحريضه على ذلك. هذا وإن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تأتي أكلها وتعطي النتائج الإيجابية المتوخاة منها لاستئصال هذه الآفة الخطيرة ما لم يتم تجفيف ينابيع التمويل التي تتغذى منها المنظمات الإرهابية بفعل ما تحصل عليه من أموال بوسائل غير مشروعة كتبييض الأموال والتجارة في المخدرات أو التستر تحت لواء جمعيات خيرية تكون بالنسبة لها بمثابة أجهزة ساترة تسعى من خلالها إلى جمع تبرعات أناس يعتقدون أن ما يقدمونه لتلك الجمعيات إنما هو لغايات مشروعة وأهداف إنسانية، في حين تستغل في واقع الأمر من طرف الجماعات الإرهابية التي تسعى من خلال تجميعها لتلك الأموال لإنشاء شركات يتم من خلالها تسهيل تحويل الأموال أو إدارتها، بالإضافة لما يمكن أن تلجأ إلى هذه الجماعات من استخدام حسابات مزورة واستعمال وسطاء ماليين والمزج بين الأموال المشروعة وتلك العائدة من ظاهرة الإجرام. لذلك استهدف المشروع إعطاء السلطات القضائية آلية قانونية مناسبة لمراقبة عمليات تحركات الأموال المشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب، وحدد مسطرة صارمة تضمن السر المهني البنكي وتصون حقوق الزبناء والأبناء على السواء وتعرض للعقاب
كل خرق لهذه القواعد، ومما تجدر الإشارة إليه أنه يوجد على رأس الأساليب الكفيلة بمكافحة الإرهاب استخدام نظام العدالة الجنائية، وذلك عبر وسائل الردع والزجر التي تؤدي إلى تفادي سلفي هجمات إرهابية أخرى وتعوق تحركات الإرهابيين المتوقع لعلمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، كما أن من شأن المحاكمات العلنية تعبئة المواطنين والوقوف صفا متراصما من أجل تأييد كل العمليات المضادة للإرهاب، كما منح الاختصاص لمحكمة الاستئناف بالرباط للبحث والحكم في هذا النوع من القضايا، تضمن أحكام إجرائية، كما تضمن المنشور أحكام إجرائية ترمي إلى منح سلطات العدالة الجنائية المكلفة بالبحث عن الجريمة الإرهابية الحد الأدنى من الإمكانيات التي تساعدها على كشف الجريمة الإرهابية والتحري عن الحقيقة. فاقترح جعل أجل الحراسة النظرية بالنسبة لجريمة الإرهاب المتفقد هو 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين نفس المدة بإذن من النيابة العامة دون التفريط في حقوق الدفاع، إذ أعطى للشخص الموضوع تحت الحراسة حق الاتصال بمحاميه ابتداء من أول تمديد وفي كل الأحوال قبل نهاية الساعة 48 من التمديد الأول. كما اقترح تمكين الضابطة القضائية المكلفة بالبحث في جريمة الإرهابية من إجراء التفتيش أو الحجز بالمساكن ما تقتضي الضرورة البحثية أو حالة الاستعجال القصوى أو إذا كان يخشى انتصار الأدلة خارج الساعات القانونية، وذلك بكيفية استثنائية تحت الرقابة القضائية. هذا ولم يلحق المشروع أي تعديل بالضمانات الممنوحة للمتهم أو المشتبه فيه في جريمة إرهابية، سواء من حيث الحفاظ على مبدأ قرينة البراءة أو من حيث توفير قواعد المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا. ولا يفوتني أن أنوه بالمجهود الذي بذلته فرق الإرهابية من أجل إنضاج هذا المشروع وإغنائه بتعديلات وتشديد الضمانات من أجل المحافظة على المكتسبات التي حققت بلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. وبفضل هذا المجهود الذي قامت به الأرابية المساندة للحكومة تمكننا من تحضير مشروع متكامل سيسهم لا محالة في مكافحة هذه الجريمة الشنعاء. فشكرا للجميع، ولا يفوتني كذلك أن أؤكد بأنه وأخيرا حصل هذا المشروع في لجنة العدل والتشريع على إجماع سائر الفرق البرلمانية، وهذه رسالة سياسية معبرة لكل من يريد أن يمس بديمقراطية هذا البلد وأمن هذا البلد واستقرار هذا البلد. شكرا للسيد الرئيس والسيدات والسادة والمحترمين. شكرا للسيد الوزير.